11 شهرا من المعارك جنوبي لبنان كان مستشفى مرج عيون الحكومي شاهدا عليها. لجأ إليه المئات من جرح الحرب، وكان الصمام أمانا لتلبية احتياجات طبية لسكان لم يغادروا منازلهم في القرى الحدودية. صباح الخير علي، كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال؟ الجراح مؤنس كلاكش وهو أحد الأطباء الذين لم يغادروا المنطقة، يخاطر متنقلا بين مستشفيات الجنوب لرعاية المرضى، مستحضرا الظروف التي عاشها خلال حرب تموز عندما تعرض موقفهم الطبي لغارة إسرائيلية. ظرف الاقتصادي من 2019 والحرب اللي هلا نحن موجودين فيها بلش من 2023، صار في عنا نقص بعدد محدد من الاطباء، لكن بالرغم من هذا كله نحن قدرنا نعبي النقص الموجود كان عندنا. نحن الاطباء عم يضلوا 24/24، وبعض الاحيان في نسبه كبيره من الموظفين عم يكونوا بقلب المستشفى، عم مقيمين بقلب المستشفى لحتى يأدوا مهامهم. شو شان انت قلتي لي انه من الممرضين يلي عم بيناموا هون؟ صح. اللي قررت تنامي بالمستشفى؟ هلا بأول فترة أنا من الحرب اضطريت أنزح على بيروت، كان عندي مسافة طويلة وفي الطريق ما كانت آمنة إنه أنا أنزل وأطلع. نحن من حولة واضطرنا ننزح، إنه أنا عندي أولاد صغار ومثلنا مثل كل العالم، يعني كل العالم اضطرت تفل لأنه ما بقى في أمان وما بقى في وسائل للحياة بالضيعة. يعني بيجي جرحى أحيانا بالليل، بيجي جرحى بوجه الضوء بكون أنا موجودة على الأرض. لم تسلم مرج عيون من الاستهدافات الإسرائيلية، إحدى الغارات كانت على مسافة قريبة من المستشفى الذي يقع على الخطوط الأمامية، لكنه ليس الوحيد الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج إصابات الحرب. نحن اليوم خطتنا شمل التدريب وتجهيز جميع المستشفيات على جميع الأراضي اللبنانية، طبعا على مراحل وعلى درجات حسب الحاجة. نحن تقريبا دربنا أكثر من 7000 عامل صحي، أكثر من 120 مستشفى غطت تدريباتنا بالتنسيق بجمعية منظمة الصحة العالمية. هذه التدريبات ركزت على كيفية استقبال الإصابات الجماعية. تعمل المستشفيات خاصة في القرى الحدودية على زيادة مخزونها لفترة لا تقل عن 3 أشهر، فأي حرب شاملة ستعني صعوبة الوصول إليها. غنوة يتيم، العربية، مرج عيون.